بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نبدأ المحاضرة الثانية في القانون الإداري، أنواع الأشخاص الاعتبارية. تنص المادة 52 من القانون المدني الليبي على أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون الشخصية، الهيئات والطوائف الدينية التي تختلف لها الدولة بشخصية اعتبارية، الأوقاف، الجمعيات والمؤسسات، المنشآت وفقا لأحكام القانون. كل مجموعة من الأشخاص أو الأعمال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون. يعني هذه إيش سموه شنو؟ الأشخاص الاعتبارية. تثبت الشخصية الاعتبارية بقانون، يصدر القانون إنشاءها، يقول لك مادة، أي مادة يذكر مثلا المادة الثانية الثالثة، تمنح تعطى الشخصية الاعتبارية لها، أو تعتبر شخصية اعتبارية اعتبارا من إنشائها أو من قانون إنشائها إلى آخره. نجو للأشخاص الاعتبارية العامة، تتمثل في الدولة والأشخاص الإقليمية التابعة لها كالمحافظات والبلديات والأشخاص المرفقية أو المصلحية كالهيئات العامة والمؤسسات والشركات العامة. قلنا تتمثل الأشخاص الاعتبارية فيش في الدولة والأشخاص الإقليمية تابعة لها كالمحافظات، يعني الدولة هي بروحها طبعا شخصية اعتبارية الدولة، بالإضافة إلى الأشخاص الإقليمية التابعة لها كالمحافظات والبلديات والأشخاص المرفقية المصلحية كالهيئات، مثلا الهيئة العامة مثلا أو الشركة العامة للكهرباء، الشركة العامة هذه كل إيش على سبيل المثال، يعني الهيئة العامة للتخطيط، الهيئة العامة لإدارة كذا، هذه يسمون إيش؟ الأشخاص الاعتباريين. الأشخاص الاعتبارية الخاصة، جو هنا للأشخاص الاعتبارية الخاصة، فهي كالشركات المدنية أو التجارية بأنواعها المختلفة والجمعيات والمؤسسات الخيرية والأوقاف. هذه خاصة، باش نعرف الفرق بين الخاصة والاعتبارية العامة. الشركات اللي يتم إنشائها من قبل الأفراد بناء على مبادراتهم الذاتية، وذلك لتحقيق أو ليحقق إشباع حاجاتهم وأهدافهم الخاصة، مثال الشركات والجمعيات والمؤسسات، ونحن تكلمنا عليها في البداية. الشركات التي تتم إنشائها من قبل الأفراد، يعني الشركات يتم إنشائها من قبل الأفراد، مجموعة من الأفراد، هذه شيء إيش؟ اعتبارية خاصة لهم، ولكن تمنح إيش؟ شخصية اعتبارية. الشركات تكلم طبعا أنا بالتفصيل. الشركة شو معنى الشركة؟ الشركة هي جماعة من الأشخاص تمارس نشاطا معينا بقصد تحقيق ربح مادي يقتسموه فيما بينهم لتحقيق ربح مادي. يعني الشركة هذه تحقق ربح مادي معين للناس اللي أسسوا الشركة هذه، للناس إيش؟ اللي أسسوا الشركة. رجوع للقانون المدني، شنو قال فيه هو كتعريفها؟ في المادة 494، عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل أو من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح. عقد، العقد طبعا بالتأكيد هيكون بين شخص أو أكثر، بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي يعطي حصة من مال أو من عمل أو نظير عمل لاقتسام قد ينشأ هذا المشروع من ربح. يعني يجنوا منه شنو؟ ربح المجموعة هذه اللي هي كونت الشركة. الشركات قد تكون شركات تجارية تحترف القيام بالأعمال التجارية، أي الأعمال المتعلقة بالمال أو الصناعة أو التأمين أو النقل أو التجارة أو المقاولات. هنا ها أو، يعني في خطأ مطبعي، قلنا الشركات قد تكون تجارية تقوم بأعمال تتعلق بالمال زي شركات الصرافة، الشركات اللي تدير الأموال، شركات الصناعة، تأمين اللي تأمن الممتلكات والسيارات والأشخاص، نقل تقوم بالنقل، تنقل الأشياء، تجيب أشياء، التجارة، مقاولات إلى آخره. تتنوع الشركات التجارية تنوعها، يعني شركات الأشخاص، شركات التضامن، شركات الأشخاص اللي هي شركات إيش؟ التضامن. يكون جميع الأعضاء أو المساهمون أو الشركاء مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن التزامات الشركة، سواء التي ساهموا بها في الشركة أو أموالهم الخاصة. وشركات التوصية البسيطة التي تضم نوعين من الشركاء،
شركاء بالتضامن يسألون عن ديون الشركة ولو في أموالهم الخاصة، وشركاء بالتوصية تنحصر مسؤوليتهم في حدود حصص المساهمين بها في الشركة. أنا شركة تضامن، يعني متضامنين في ما يسألون عنهم التضامن فيما بينهم. أفضل هذه التزامات الشركة، سواء التي ساهموا بها في الشركة أو أموالهم الخاصة، يعني مسؤولين حتى إذا كان الشركة ما أوفتش وما فيهاش إيفاء بديونهم، ممكن يسألون عن إيش، يلتزموا بسداد ما عليهم من أموالهم الخاصة اللي ما هيش في الشركة. شوف الفرق بينات. وشركات التوصية البسيطة التي تضم نوعين من الشركاء، الشركاء بالتضامن متضمنين يسألون عن ديون الشركة ولو في أموالهم الخاصة متضمنين، وشركاء بالتوصية تنحصر مسؤوليتهم في حدود حصة المساهم، يعني في حدود ما ساهموا به بس، فقط يعني فقط يسألون في عن التزامات التي تقع على عاتقهم في حدود حصصهم التي ساهموا فيها. هنا في فرق، أفضل للفرق هنا الفروق بين الشركات. شركات الأموال، وتضم الشركات المساهمة التي تتكون من رأس مال يقسم إلى حصص أو أسهم متساوية، ولا يسأل الشريك فيها إلا بالقدر الأسهم التي شارك بها. شركات الأموال يعني مجموعة من الأشخاص ساهموا في شركة أموال، ما يسألش عن غيرها، يسأل بقدر ما ساهم فيه، بقدر إيش ما ساهم فيه، بالقدر اللي ساهم فيه، مش زي ما غير اللي تكلمنا وقلنا بيسأل حتى عليش على الأموال الخاصة. شركات التوصية بالأسهم التي تتكون من طائفتين من الشركاء، شركاء بالتضامن اللي هي قلنا إيش، شركاء التضامن، يسألون مسؤولية غير محدودة عن كافة التزاماتهم، لأن مش توصية، هذه طائفتين قلنا، شركة بالتضامن يسألون مسؤولية غير محدودة عن كافة التزامات، هذه إيش، طائفة تضامنية متضامنين يسألون على جميع أموالهم في الشركة حتى ولو كانت إيش خاصة. شركات التوصية يسألون بيش قلنا عن أموالهم ولو كانت خاصة. وأخيرا الشركات ذات المسؤولية المحدودة، عندنا قلنا شركات التوصية، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهي التي تكون المسؤولية فيها محدودة ضمن حدود موجوداتها، ولا يسأل الشخص إلا بقدر حصته المساهمة، ولا يجوز أن تكون حصص الاشتراك فيها على أساس الأسهم. وتتمتع الشركات التجارية بالشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل العام، يعني احنا قلنا فيه اللي يكون الشخصية نص عليها القانون في سند إنشائها، ولكن الشركات بمجرد ما تسجل في السجل التجاري تكتسب ايش، الشخصية الاعتبارية اللي قلنا عندها ميزات الشخصية الاعتبارية، من يعني جملة من الميزات. بقى الجمعيات عرفت المادة 54 من القانون المدني بأنها عرفتها المادة 54 من القانون المدني بأنها جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي. جماعة ذات صفة دائمة من عدة أشخاص طبيعية اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي، يعني مو شرط الربح إيش المادي. من خلال هذا التعريف أن الجميع تتألف من عدد معين من الأشخاص، سواء كانوا من الأشخاص الاعتبارية أو أنها تمثل تنظيما مستمرا يتوفر في قدر من الثبات والاستقرار، أو أنها تستهدف نشاطها تحقيق غير الحصول على ربح مادي، كما أنها تقدم خدمات لأعضاء وتثبت الشخصية الاعتبارية الجميع مجرد اعتراف الجهات المختصة بالدولة. يعني لما تعترف الدولة في نص إنشاء بالشخصية الاعتبارية خلاص عرفنا تو الجمعيات. نعاود مرة ثانية، وفقا لنص المادة 54 من القانون المدني أن الجمعية تتألف من عدد معين، هذا شرح المادة اللي هي المادة 54، تتألف من عدد معين من الأشخاص سواء كانوا أشخاص الاعتباريين أو أنها تمثل، ممكن يخص شخص اعتباري يخص في الجمعية يدخل يقعد عضو فيها، وفي أشخاص طبيعيين
وأنها تستهدف بالنشاط تحقيق الحصول على ربح غير مادي. في النهاية ما هوش ربح مادي، تقدم إيش لأعضائها شنو؟ الخدمات، خدمات الحصول على مثلا التمويل، الحصول على خدمات أخرى في الإدارة، في تبين في سند إنشائها نشاطها، تسمى جمعية، وتأخذ الشخصية الاعتبارية بمجرد إيش؟ احتراف الجهات بها. لما تحترف بها الجهة خلاص تأخذ إيش؟ الشخصية الاعتبارية. المؤسسات الخاصة، نجو القانون المدني في المادة 69 شن قال في تعريفها؟ شنو هي يعني؟ شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير محددة، بتخصيص مال مدة غير محددة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو رياضية أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام دون قصد إلى أي ربح مادي. يعني لما نقول المادة 69 المؤسسات الخاصة، مال شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير محددة، يعني بصفة إنسانية، مساعدة إنسانية، أو من جانب ديني أو علمي، بحث معين لإعداد دراسات معينة أو لغرض رياضي أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو تقديم المنفعة للناس دون أي ربح. هذه يسموها إيش؟ مؤسسة خاصة. مؤسسة إيش؟ خاصة. تتميز المؤسسة الخاصة عن الشركة والجمعية في كونها تقوم على مجموعة من الأموال على جماعة من الأشخاص، فمنشؤو المؤسسة فردا كان أم جماعة لا يدخلون في تكوينها كأعضاء فيها، بل هم دورهم يقتصر على رصد أموال معينة وتخصيصها للغرض الذي أنشأت من أجله، وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية مجرد الاحتراف بها من الجهة المختصة. يعني الناس اللي موجودون فيها مش هدفهم لم يكن ربحيا، بل هو إيش؟ خدمية. ومن أمثلة على المؤسسات الخاصة ذات النفع العام الحركة الكشفية والمرشدات وفقا لقانون إنشائها مادة 2 من القانون رقم 12 سنة 1975 وجمعية الهلال الأحمر الليبي. تو نشوف الهلال الأحمر الليبي، شخصية اعتبارية، مؤسسة خاصة تقوم بتقديم نفع لمجموعة من الناس أو لطائفة ناس، ولكن ما فيش إيش؟ ربح، ما فيش ربح يعني، مش هدف. ممكن فيه خدمات كي، لكن هدفهم ما هوش ربح، يغطوا به الخدمات اللي يعملوا فيها، لكن هدفهم ايش؟ ما هوش ربح. هذه الفرق ايش بين الجمعيات وبين المؤسسات. دال الاوقاف، الوقف مجموعة من الاموال التي يعترف لها المشرع بالشخصية الاعتبارية، ويقصد به حبس العين على حكم ملك الله. الوقف زي الأراضي اللي هي المساجد، أموال المساجد، يعتبر هذه كلمة إيش؟ وقف لله سبحانه وتعالى، ومنع التصرف فيها أو تمليكها لأحد من العباد مع التصدق فيها الحال أو المال بمنفعتها على الفقراء أو أي جهة من جهات البر والإحسان. وتثبت الشخصية الاعتبار الوقف مجرد نشوئي وتكوينه في أحكام القانون المنظم له، ويكفي الاعتراف العام بهذه الشخصية دون حاجة إلى إجراء خاص من الجهات المنظمة. لما تقول مثلا خلاص هذا مسجد وله مثلا في اللي يقولوا له محلات تبع المسجد أو أراضي أو خلاص، هذين يعتبر أن وقف بمجرد أنك تقول هذين خلاص لله سبحانه وتعالى، وقف لله خلاص، هنا اكتسبت الشخصية الاعتبارية دون سند من إنشاء أو دون اعتراف من الدولة. قلنا في الشخصية الاعتبارية ضروري إيش؟ يصدر قانون، في اللي فيه يصدر قانون، وفيه اللي بمجرد تسجيلها زي الشركة التجارية، بمجرد ما تسجل في السجل التجاري خلاص تكتسب الشخصية إيش؟ الاعتبارية. هنا الوقف لا، بمجرد بناء خلاص تعتبر وقف، والاتهام العملية تعتبر وقف. نجول الشيء الآخر وهو انقضاء الشخصية الاعتبارية. أمتى تنتهي الشخصية الاعتبارية؟ متى تنتهي الشخصية الاعتبارية؟ تنقضي الشخصية الاعتبارية إما بانتهاء الأجل المحدد للشخص الاعتباري في سند إنشائه، وأما بإنجاز المهام والأغراض التي أنشأ من أجله، أو باستحالة تحققها تنتهي الشخصية الاعتبارية قبل معادة بحل الشخص الاعتباري. أرجو لانقضاء الشخصية الاعتبارية، يعني ممكن تنشأ شخصية لمؤسسة شخصية اعتبارية من محددة من كذا لكذا،
خلاص تنتهي، أو ممكن تنتهي بانتهاء أعمالها. مثلا أنشئت شركة أو مؤسسة تقوم بصيانة طريق من مثلا الرابط من مدينة بنغازي لمدينة طبرق على سبيل المثال، ومنحت الشخصية الاعتبارية، انتهت الطرق، انتهت الشخصية الاعتبارية بتاعها، خلاص كملت الطريق، قامت بإنجاز هذه الطريقة، انتهت معنى الشخصية الاعتبارية. أو تحل قبل موعدها، ما لم تستطيع استكمال ما أنشئت من أجله، خلاص تنتهي. أنشئت لشيء هذه المؤسسة ومنحت الشخصية الاعتبارية، هذا الشيء لم تستطيع تحقيقه، معناها انتهت الشخصية الاعتبارية. وهذا الحل قد يكون اختياريا بناء على اتفاق أعضاء الشخص الاعتباري على إنهائه وتصفيته، وقد يكون إجباريا بصدور قرار من الجهات المختصة بسحب الاعتراف بالشخصية الاعتبارية. يجي شيء آخر وقد يكون اختياريا، الناس اللي كونوا هذه الشخصية الاعتبارية من المؤسسة وما في حكمها اتفقوا على إنهاء وتصفية هذه المؤسسة التي منحت الشخصية الاعتبارية، معناها انتهى. هم الناس المساهمين في هذه الشركة أو اللي أسسوا الشركة سواء كانت ربحية أو غير ذلك أو خدمية، وقد يكون إجباري بصدور قرار من الجهات المختصة. ممكن الدولة تسحب الشخصية الاعتبارية، أو بصدور حكم من القضاء نتيجة مخالفة الشخص الاعتباري للقانون والنظام العام والأداب العام، وتنتهي يعني ممكن إيش يصدر حكم بحل هذه الجمعيات والمؤسسات لمخالفتها للنظام العام والأطر القانونية، خلاص معناها تحل هذه الشركة وتنتهي باندماجها. الشيء الآخر لكثير من الشركات احتالت عليه للتخلص من التزاماتها، شنو تدخل في شركة أخرى باش تخلص من التزامات عليها، تنتهي الشخصية الاعتبارية نتيجة اندماج شخص اعتباري أو أكثر في شخص اعتباري آخر ولم يحدد الالتزامات. جي شركتين يتفقوا على شخصيتين اعتباريتين يتفقان على الاندماج، معناها خلاص انتهت الشخصية الاعتبارية لكليهما وكون الشخصية اعتبارية أخرى. وهذا ما نصت عليه المادة 640 من القانون التجاري الليبي بخصوص الشركات، يجوز أن يتم اندماج الشركات عن طريق تأسيس شركة جديدة تحل محلها أو ضم شركة أكثر إلى شركة واحدة. هنا نص المادة 640 من القانون المدني، للأسف القانون التجاري يقول لك يجوز أن يتم اندماج الشركات عن طريق تأسيس شركة جديدة تحل محلها أو ضم شركة وأكثر إلى شركة واحدة ويكونوا هي الشركة الجديدة. هذا فيما يتعلق بانتهاء الشخصية الاعتبارية. أنجو لما تنتهي الشخصية الاعتبارية إيش يترتب على انتهاء الشخصية الاعتبارية؟ يترتب على انتهاء الشخص الاعتباري الآتي: تصفية أمواله، فعندما ينتهي الشخص الاعتباري باختفائه وزوال نهائي فإن تصفية أماله تتم على أساس تسديد ديونه والتزاماته من جملة حقوقه وموجوداته، وما يتبقى منها يوزع على أصحاب الحق طبق القوانين النبي. يعني هو ممكن يقول لك خلنا ندمج في شركة أخرى باش تخلص، لا، أول ما تدمج في شركة أخرى تسأل عن الأموال وتم التصفية. أما عندما ينتهي الشخص الاعتباري باندماجه في غيره، فالقاعدة المقررة في مجال التصفية تقتضي بأن يحل محل الشخص الاعتباري الجديد محل الشخص أو الأشخاص الاعتبارية المندمجة في كامل حقوقها والتزاماتها. إذا كان التزمت شركة أو أكثر بالتزاماتها، طبعا طبق القانون ملتزمة، ولكن عندما تندمج القانون أجاز التصفية، تبي تصفى الشركة هذه قبل أن تدمج وتلتزم بتسديد ما عليها، وإذا كان اندمجت تتحمل مسؤولية الحقوق والالتزامات. يعني مرات هم بعض الشركات تتعرض تقول احنا عملنا شركة جديدة والالتزامات، ولكن الحقوق هذين سيتبعنا أينما تضم أو تدمج في شركة أخرى. هذا فيما يتعلق
بانتهاء الشخصية الاعتبارية واللي ترتب عليها، قلنا يترتب عليها تصفية أموالها، تصفية أموالها تصفى أموالها، فعندما ينتهي الشخص الاعتباري باختفاء وزوال فإن التصفية تتم مع أساس تسديد ديونها. لما تنتهي الشخصية الاعتبارية تصفي أموالها. الشرط الآخر اللي هو إذا كانت بمجد أيضا تكون حقوقها والتزاماتها تقع على عاتقها، فتقوم بتصفية كل الحقوق والالتزامات. إلى أن نلتقي في محاضرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.